صباح الخير عليكم، كديري لاباس عليكم، كديري مع الصحه، اش اخباركم؟ ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم روتيني اليومي ديال نهار الثلاث. من بعد ما مشى الدراري مشاو للمدرسه، ولكن الدراري الصغار مازال ناعسين، عزيز حتى هو مشى للخدمه. دابا غادي نوريكم، البارح كنا خارجين ما جيناش بكري للدار، غير جينا تعشينا وناسنا ديريكت. كيف كتشوفوا الدار راه مرونه، صافي. دابا غادي كيف كتشوفوا راه كلشي مرون، غادي نطرف في الكوزينه وندوز نوجدوا. المهم خليكم معايا تشوفوني اش غادي ندير في هذا النهار ان شاء الله. دابا غادي ندوز نحيد هذا الماء هذا، كل حاجه غادي نرجعها بلاصه. انا ما كيعجبنيش نخلي الماء وندوز نغسل، يعني نخلي الشبكه عامره ونغسل الماء، كنبغي حتى نخوي الشبكه باش يجي دابا هنا درت جافيل وكنحكو. صافي هاد الشيها راني ساليتها كيف كتشوفو. دابا غادي ندوز لهاد الشيها هادي، هاد القنت هادا. هادي خليتها باش نصايب واحد الوصفه ان شاء الله، غادي نصور لكم واحد الحريشات اللي كيجيو زوينين. هنا بلول ديال البوش كل عزيز عليه، البارح خدينا البوش وبقى البلول كذا غادي نحيدو. نمسح البوطه، هاد المرة فيه جافيل. صافي انا دابا نقعت البوطه وقديت كلشي كيف كتشوفوا معايا، كوزينه دابا ولات نقيه. صافي دابا الدراري فاقوا، غادي ندير نبخر الدار من بعد ما جمعتها كامله وجففتها. غادي ندير البخور، ما كنبغيش نديرو الدراري ناعسين، كنخليه حتى يفيقوا. دابا درت هذاك الفاخر الصغيره تشعل، نعم ماما. دابا نتوما كيف كتشوفوا معايا وجدت المكونات اللي غادي نصور بها ان شاء الله واحد الوصفه، هما وجدتهم غادي نخليهم حتى نسالي ليهم، ممكن نحيدهم عليا وغادي ندوز نوجد الغدا. غادي تشوفوا معايا شنو اللي غادي ندير في الغدا. غادي ندير غير الزعلوك بما ان عزيز عز علي الزعلوك، والدراري ما غاديش يجيو يعني كيتغداو في المدرسه. غادي ندير الزعلوك اللي دغيا كيوجد هنا، عندي جوج فلفلات، جوج مطيشات، ثلاثة ديال البنجالات. غادي ندير عليهم شويه ديال زيت الزيتون، صافي. غادي ندخلهم للفران حتى كيطيبوا مزيان و تيتقشروا، كيوليو يتقشروا بسهوله بحال كيتشواو.
كندهنهم كاملين بهذاك الزيت، ندخلهم الفران نخليهم يطيبوا على خاطرهم مره مره، نطلع عليهم وصافي. دابا كيف كتشوفوا هما راه طابوا، القشره كتحيد بوحدها ها نتوما، وكتبقى مطيشه مزيانه ها نتوما. دغيا كنحيد لها القشره، دابا حيت مازال سخونه من الاحسن تخليوها حتى تبرد. كذلك الدنجال دغيا كيتحيد ليه القشره. تقريبا خليت واحد نص ساعه في الفران، الفلفله هي دغيا كتحيد لها القشره كيف كتشوفوا. المهم دابا غادي نقشر كلشي ونرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه التوابل. صافي من بعد ما قطعت الدنجال والفلفله ومطيشه، غادي نزيد عليها التوابل، غادي نزيد الملحه، وغادي نزيد كذلك الثومه والربيع. بالنسبه للثومه انا في العاده كنشويها مع الخضره، ولكن كتولي كارمه، من الاحسن خليتها تنديرها هكاك طريه. غادي نضيف شويه ديال السكنجبير، خرقوم بلدي، الابزار، تحميره، الكمون، صافي هادشي اللي ضفت. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، كنكثروه شويه، غادي نحك واحد جوج فصوص ديال الثومه كبار. هاد الزعلوك كيبغي الزيت العود وكيبغي الثوم يكونوا كثار. دابا غادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس. كيف كتشوفوا كنديروا كنطحنوا وكنديروا في هاد البلاستيكات، وكنحاول يعني نرقعوا كيف كتشوفوا معايا، باش فاش نبغي نجبدو غير كنقطع شويه بحال هكا غير كيتقسم. صافي انا درت دابا شويه، صافي دابا غادي ندير كلشي يطيب مزيان. كنبقى مره مره نحرك حتى كيطيب هادشي مزيان، راه طيب غير يشرب العطريه، وكان في نفس الوقت كنمعسو بحال هكا. صافي هذا هو الزعلوك اللي كيعجبني انا، كيجي بنين بزاف وساهل. دابا غادي ندوز نغسل هاد المعنات، نغسل المعنات ديال اللي صورت فيهم. الوصفه اللي صورتها راه درتها تطيب في الفران، الغدا درته كيطيب، دابا غنشوف واش غادي ندير من بعد، خليكم معايا. صافي هو الغدا دابا راه وجد كيف كتشوفوا معايا، كنبقى نحرك فيه حتى كينسجموا جميع المكونات مع بعضياتهم، في نفس الوقت كنبقى نمعك فيه بحال هكا. صافي دابا راه واجد، غادي نطفي عليه كيف كتشوفوا كيجي زوين. غادي نخليه، وهنا درت ربعه ديال البيضات سلقتهم. صافي هذا هو غدانا خفيف ظريف، حيت حنا في الغداء اكثريه مع ما تيكونوش الدراري كنديروا داكشي خفيف، اما في العشاء اللي كندير بعض المرات طاجين جميله، المهم على حسب الموجود كل مره وشنو كندير. صافي دابا من بعد ما تغدينا غسلت المعنات ديال الغداء، دابا جيت هنا عندي هاد الجبن ديال الموتزاريلا والفرماج احمر، كناخذ منهم هادي راه فيها كيلو، وهذه يمكن فيها حتى هي كيلو، فيها 900 غرام هذه. المهم دابا كناخذ كميات كثار، وحيت الا بقاو غير في الثلاجه عادي كيخسروا، كنحكهم وكنديرهم في المجمد كيف غادي تشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد الطريف، هاد الاله هذه زوينه غير هي ما كتلصقش مزيان، مره مره كتهزلها هذه وكت يعني كتجيكم بحال هكا. كنطحنو كامل،
طريقه سهله، خاص غير ما تهش هادي تتكون مزيانه، الا تهزات اللي ما كتخليكمش تخدموا على خاطركم. ديال طرف ندير طرف اخر وكنستمر بنفس العمليه. كيف شفتوا معايا هنا خرجوا لي غلاط بزاف، غادي نبدل ندير هاد الحكاكه الرقيعه. صافي دابا غادي نستمر بنفس العمليه، غادي نحكو كامل ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما تشوفوا غادي يخرج دابا رقعه هكا احسن، كيف كتشوفوا هكا احسن من الاول، الاول خرج غلط بزاف. صافي دابا كيف كتشوفوا معايا كنت كندير الفرماج حتى ترسات، هذه فقعت من هنا مشدوده مزيان ومن هنا ترسات هي هذه اللي يعني ما ننصحكمش تاخذوا بحال هذه دغيا كتهرس. غادي نحيدها وغادي نكمل في شي حاجه اخرى في شي حكاكه. انا استطعت نكمل في هذه حتى هي جاتني مزيانه، جربت فيها شويه طحناتو ليا مزيان. كيف تشوفوا معايا هنا كنت غادي ندير كل حاجه بوحده، ولكن من بعد قلت انني يعني في جميع المملحات تقريبا كنستعملهم بجوج، يعني من الاحسن انني نخلطهم مع بعضياتهم ونديرهم في بلاستيكات. هنا جبل الاحمر وجبل الموتزاريلا نوريكم باش نتوما ديروا في هذه الاله. كيفاش تشوفوا صافي دابا غادي نستمر في هذه احسن ليا. صافي دابا غادي نخلط كل شيء مزيان كيف كتشوفوا. وغادي نديرهم في البلاستيكات ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هما الفرماج كيف كتشوفوا هكا احسن، جاني انكم ديروهم بجوج مخلطين احسن. هما خرجوا ليا جوج ميكات راه كبار وعامرين مزيان، يعني راه يدوزوا ليا الشهر كامل ان شاء الله ولا اكثر. هانتوما شوفوا البنات بالنسبه للتحضيرات ديال رمضان انا ما حضرت حتى شي حاجه، يعني غير مطيشه كانت تعضينا مطيشه كثيره اللي كانت قديمه طحنتها ودرتها في المجمد. هكا كندير كل شهر يعني ماشي غير في رمضان. خرجت لي هاد خمسة الميكات وهنا ها هو الفرماج وهنا الربيع والكرافس صافي والحمص بطبيعة الحال. تما عندي غير جبانة واللوبيا الخضراء اللي كيخسروا الى بقاو لتحت والفول وشويه ديال الفريز. شويه ديال الفريز غير حيت شات لي شويه درته هنا باش ما يخسرش، غير هاد الميكه صافي. صافي هادشي اللي كندير، يعني راه ما كنديرش التحضيرات ديال رمضان كيف كانت شحال هادي، دابا وليت كندير كل حاجه فوقيتها من الاحسن وكيبقى داكشي طري. اما بالنسبه لهذاك البطبوط اللي صايبت ولا عجينه البيتزا ولا، عطيتكم غير بعض الافكار، اما انا راه استغليتهم في داك الوقت يعني راه كملوا كيف كتشوفوا، راه ما بقاش عندي في لا في هنا في الثلاجه ولا في الفريغو، يعني ما بقاش عندي نهائيا. هذاك الشيء غادي نصايبو كل نهار ان شاء الله وكل نهار ورزقوا. ايوا نخليكم دابا ونطلعوا ان شاء الله من بعد. دابا من بعد ما خرجنا احنا دابا من ضمن الروتين اليومي هو انني كنخرج ساعه في النهار باش يلاه طلع يدي في السوقان. دابا راه هو عزيز يلاه دخل طوموبيلته بشي بلاصيها من النهار اللي خديت طوموبيلتي ولا كبيتها في الزنقه. المهم دابا باش يلاه غادي نمشيو نخرجوا، انا كنتسنى فيه. صافي دابا غادي نرجع. ودابا عزيز تبدلنا انا وياه باش هو يطلع ليا فهاد الطلعه اللي خطيره.
والو تقولي واش حضرت عليها؟ اه هو دابا يلاه عادها. انتم الطلعه اللي ما حضرتش عليها انا نهائيا، خطر في المطار. وانا دابا خديت بلاصتي صافي. وهذيك هي المهمه ديالو، دابا انا غادي نسوق. احنا دابا شوف كيفاش وليت. عرفتي عرقت صافي، سخفت شي ساعه وانا كندور. دابا راه عزيزه باط ياخد الدجاج وانا راني جالسه، الدراري راهم ماني عسير اللور فينا موشي بانو لالا. ايوا وحنا دابا راه نتسناهم باش نمشيو ندخلو للدار نجيبو الدراري بعدا من المدرسه. سلام. وعليكم السلام. يلا بغيت نقولو شتا نسجل بعدا ولا لا، كنعاود ليهم اشنو طرا في هاد الساعه. مالك طالع عليك الدم؟ انت اللي من الصح انت كتغوت عليا. لا حاشا. اي 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 غدا بسرعه نحرك الضوء الحمر الامنيه ديالي نحرك. يلا يلا درتيها على المباشر. وجه البوليس يجي يوديك للدار. طوماس شعل الضوء الاخضر. طوماس واخا بدات يا بنتي. دور على اللبن. فين غادا دابا انت؟ قلت ندور على اللبن. لا فين غادا؟ غنمشيو للمدرسة. اه يا سيدي. هاي 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 تمجدتي مع راسك. انت انت شوف 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 اللقطة. دابا من بعد ما دخلت مباشرة حضرت الكوتي هنا عندي هاد الحريشات هادو اللي غادي تلقاوني يا اما حطيتهم قبل اولا من بعد هاد الفيديو. حريشات في الفران باريزيان وكرواسون وكذلك هنا هادشي اللي كنحطوه دائما براد اتاي. ايوا نخليكم حتى نجي نرد العشاء وديك الساعه نطلعوا. صافي دابا من بعد ما ساليت الكوتي غسلت المواعن ديالو، غسلت الدجاج هو وحطيته طريفات. غادي نوريكم كيفاش كنفرع الدجاج. هنا خديت منه واحد شويه، غادي ندير معاه زيت الزيتون، غادي ندير الطاجين خفيف حيت عييت اليوم. بغيت دغيا نحيد عليا الكوزينه كنكثر شويه ديال زيت الزيتون. العافيه درتها مهيله. غادي نقطع عليه واحد نص بصله. غادي نوريكم طريقتي في التحضير ديال الطاجين اللي كتكون بسيطه وسهله ولكن كيجي بنين. غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه باش يتقلاو فيها. شويه القزبر ومعدنوس. هنا خديت واحد جوج فصوص ديال الثومه، انا عزيز عليا الثومه واخا في اللحم اولا في الدجاج كنديرها كتعجبني، كنقسمها بحال هكا حبات كبار او ممكن تحكوهم. غادي نخليهم يتقلاو شويه، ندير عليهم الخلطه ديال الطاجين. صافي انا خليته كيتقلى، في نفس الوقت مشيت نقعت الخضره، نقعت هنا خيزوه كيف كتشوفوا معايا. سمحوا لينا على هذا الصداع. هنا خيزوه واحد ربعه البطاطات متوسطين، دنجاله صغيره، انا الخضره اللي كياكلوا ليا هادي. هاد الكرعه اللي تكون بلديه خديت طريف صغور. وهنا عندي شويه الفول وشويه جلبانه. صافي هادشي اللي كندير. راه مزدت لا ما لا والو، البصله كتطلع الماء. دابا غادي نزيد العطريه راه تقلات مزيان. بالنسبه للتوابل غادي نضيف شويه ديال الخرقوم بلدي. سكنجبير. الدجاج كيبغي الا درت اللحم ما كنكثرش سكنجبير، كندير غير كميه قليله، اما في الدجاج كنكثروا شويه. غادي نضيف شويه ديال الابزار. صافي دوما التوابل اللي غادي ندير.
صافي دابا راه شرملتو مزيان في هذيك الاطريه. دابا غادي نبدا نزيد الخيزو كنقطعو بهذه الطريقه، كندير غير خيزو وحده. غادي نزيد البطاطا، غادي نزيد البنجال حتى هو. البنجال كنقطعو رقيع شويه باش يطيب دغيا. نتوما كديرو الخضره اللي بغيتو اللي كتعجبكم. انا الدراري اغلبيه كياكلو بطاطا والخيزو وجلبانه، ولكن هذه كنديرها قبل العزيز ياكل. عزيز عليه البنجال. هنا قرعه حمراء، كتجي زوينه هذه القرعه الحمراء بالاخص هذه، ولكن حسب الاخرى ممكن ديروها حتى هي كتجي زوينه في الطاجين يعني العاديه. صافي شويه ديال الفول والجبانه غسلتهم وجمدهم باش نعاود نصلهم. غادي ندير فلفله حمر هنا حاره، وغادي نزيد غير شويه ديال الماء، ما غاديش نكثر، غادي نخليها طيب على خاطرها بشويه. ما بغيتش نوريكم الدجاج وانا كنغسل فيه، غسلته بالماء والملحه والخل والسكنجبير، هادشي باش كنغسل الدجاج وكنغسلو مزيان وكنخليه مرقد فيهم واحد 10 دقائق تقريبا، وكنغسلوه كنخليه حتى كينشف مزيان عاد كنديرو في بلاستيكات. بالنسبه ليا نقطعته كنعزل كل حاجه بوحدها. هادو الفخيضات اللي كنديرهم يا اما في الفران يا اما كنديرهم محليين، مهم على حسب اللي بغيتو. هنا هاد الفوق ديال الفخيضات حتى هما كنعزلهم بوحدهم، ممكن حتى هما كندير لهم نفس الطريقه. هادو جنيوحات حتى هما كندير سته على حسابنا حنا شحال في الدار يعني سته. هنا عندي داك الحشوشات ديال الدجاج هما تنحتفظ بهم هنا، يا اما الا كنت غندير الدجاج محمر كنديرو معاهم اولا كنعمر بهم السمنات كيجيو زوينين بحال هكاك. هنا بالنسبه لهادو ديال الطاجين اولا ديال الكميله، المهم على حسب، كناخذ هذيك العظيمات اللي بقاو كيف كتشوفوا معايا، هادو اللي كيكونوا بحال هكا بحال اللي درت نيت دابا في الطاجين. ها هما، وهنا الصدوره ديال الدجاج، هنا كل واحد درت فيه ثلاثه بما ان انا عندي ثلاثه ديال الدجاجات اللي فرقتهم. الصدوره ديال الدجاج هما كل ثلاثه درتهم في بلاستيكه، يا اما كنديرهم قطبان اولا كنديرهم نعمر بهم فطائر، المهم على حسب اللي بغينا. صافي هكا كنقطع الدجاج ديالي. كنتمنى هاد الفكره هادي تنال اعجابكم. بعض المرات الا كان عندي الوقت وما عييت ما بديتش نتبلهم، كيف صبع عليا وريتكم في واحد الفيديو كيفاش كل حاجه كنتبلها. الا بغيتوا الفيديو تشوفوه غادي تلقاوه في صندوق الوصف. دابا غادي ندير هادشي في المجمد. هادشي كيف صبع عليا ذكرت ماشي تحضيرات رمضان اولا شي حاجه، هادشي كنديرو دائما في كل شهر في البدايه ديال الشهر كنديرو كيتعادى كناخذ دجاج اخر يعني كل مره. وشحال كناخذ؟ مره كناخذ ثلاثه، مره غير جوج، مره كناخذ خمسه، على حسب يعني على حسب شنو بغيت. المهم دابا غادي نديرو في المجمد ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما يبقى يطيب الطاجين، نوريكم الطاجين ديالي كيف جا ونطلعوا ان شاء الله فيديو اخر. نخليكم دابا في امان الله.